أهلا بكم من جديد. استقبلت القوات المسلحة اللاعبة بسنت محمد عوض حميدة ابنة المؤسسة الرياضية العسكرية فور وصولها إلى أرض الوطن، وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بالجزائر وتحقيقها إنجازا تاريخيا برياضة ألعاب القوى بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو بالإضافة إلى ذهبية سباق 200 متر عدو. هذا وشاركت القوات المسلحة ب 46 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة ضمن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط بمختلف الألعاب، وحققوا 22 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات و9 برونزية حتى الآن. توج محمد السيد بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية بعد فوزه أمام بطل إيطاليا بنتيجة 15-13. كما توج سيف عيسى بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو وزن 80 كيلوغراما بعد فوزه على بطل إسبانيا بنتيجة 7-5، بينما حصدت آية شحاتة الميدالية البرونزية بالتايكوندو وزن 67 كيلوغراما عقب خسارتها من بطلة كرواتيا بنتيجة 8-5. وفي منافسات رفع الأثقال حقق أحمد علي وأحمد جابر ميداليتين برونزيتين، بينما تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على مقدونيا الشمالية بنتيجة 34-20 في الدور نصف النهائي ليضمن الميدالية الذهبية أو الفضية. أعلن نادي ترابزونسبور التركي عن انتقال الدولي المصري محمد حسن تريزيجي إلى صفوف الفريق دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. ولعب تريزيجي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من أستون فيلا الإنجليزي إلى صفوف إسطنبول باشاك شهير التركي، حيث خاض 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى. نهاية الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى آية ويوسف.